لا، قال الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه، قال أخبرني غالب بن علي وساق السند إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد الجرمي إملاء، وساق السند إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حاه، قال أخبرني غالب بن علي وساق السند إلى الحميدي رحمه الله يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله عليهم جميعا، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال رحمه الله: قضى رسول الله كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل للشافعي رحمه الله: أنت ما تقول؟ قال: سبحانك، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي لبيعة. نعم، بيعة. قال: ترى على وسطي زنارة، أقول لك قضى رسول الله وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ قال لفظ البخاري رحمه الله. قال: أخبرني أحمد بن حمزة وساق السند إلى الشافعي رحمه الله قال حاه، قال أخبرتنا فاطمة بنت القاسم وساق السند إلى الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الحافظ بن محمد الحافظ وساق السند إلى أحمد بن حنبل. شوف كيف يعرفون الفضل الأهل الفضل، وكيف كيف مع المنازعة. لكن شوف أحمد يقول إيش، ما رأيته أتبع الأثر مثل من شوف يعرفون الفضل أهل الفضل. وذلك لابد الإنسان أن يعلم، أن يمدح من يعلم أنه بهذا الأمر. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي. الله الله الله. قال أخبرنا منصور بن عباس السند إلى الشافعي رحمه الله يقول: لولا أصحاب الحديث لكنا نبيع الفول. قال رحمه الله: ها؟ شوف الثاني بدورة ثانية. قال أخبرنا محمد بن موسى وساق السند إلى الربيع رحمه الله يقول: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتم. الله. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله يقول: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي عند أهل النخل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. الله أكبر. ولذلك صح الحديث فهو مذهب، يقول هو هذا مذهب الشافعي. نعم. قال رحمه الله: ساق السند إلى الربيع رحمه الله قال: سمعت الشافعي رحمه الله وروى حديثا، فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار قال وأشار بيده على رؤوسهم. في واحد قال الشافعي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وقلت قولا فأنا راجع عن قولي، قال بذلك وقد صح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فأنا أقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، من جلود يقول بذلك. هنا الحديث هذه جاءت بأسرها يعني تبين لنا تعظيم السلف الصالح للسنة، ولذلك عظمت أقدارهم وعظموا في القلوب، وملكهم الله يعني البلاد والعباد، فعبدوا العباد لرب العباد بحق لأنهم تمسكوا بالسنة وما رأوا لغير السنة سبيلا. شوف قال سيار بن أبي الحكم: إنكم تسألوننا سؤال قوم كأنكم ترون أن لا نسأل عما نفتيكم به. وقال مروي شعب عن حماد بن سليمان: إلا شيئا لم يجدوا عند غيري من أصحابي. وكان معه لا يسلم على حماد، فحماد لأنه صاحب رأي، حماد هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة، ولأنه كان يقول بالإرجاء أيضا، فكان شوف كان ابن عون لا يسلم عليه، إذا رأى لا يسلم عليه. وهنا شعبة ما روى عنه إلا شيئا لم يجد عند غيره، الحاجة دعته إلى ذلك لكن لم يروى عنه لتمسكه بالرأي. لذلك ما كانوا يرون عنه. لذلك شوف قال: إذا رجعنا خراسان أخرجنا كلام هؤلاء من الكتب، كلام أهل الأرائيين، قال أخرجنا هذا من الكتب، لا نجعل الناس يتعلمون بهذا. لما كان الله في عونك. تفضل. وذلك عامر الشعبي قال: ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تاخذ بقولي او تارك. عن الاوزاعي قال: ما راى امرؤ يعني في امر بلغه في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتباعه. ما راي امرئ في امر بلغ عن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتباعه، ولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه اصحابه من بعدي كانوا اولى فيه بالحق منا، لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. الله أكبر على الاستدلال. فقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما فقه منه صدقناه، وما خلفناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، أو كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. هذا مصيبة كبرى. الأوزاعي جعل لنا
أمرا يعني عظيما في هذا الباب. الأول قال ما رأي امرئ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا رأي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليك السمع والطاعة والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تجد قال فأصحابه. وشوف الاستدلال بقى هنا، طبعا الاستدلال طبعا في أدلة كثيرة في هذا الباب، وما يتبع غير سبيل وما يشغل رسوله يتبع غير سبيل المؤمنين، يقصد بذلك المؤمنون. ما المؤمنون هنا؟ هم الصحابة رضي الله عليهم. وقال الله تعالى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهنا قال والذين اتبعوهم، يبقى أصلا الإحسان أن تتبع، ها أن تتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. شوف شوف وضع لك هنا، وضح الطريق. لذلك أي شيء لم ترى الصحابة فعلوه قل لو كان خيرا لسبقونا إليه. إن هذا إيش؟ إن هذا محدث، إن هذا محدث. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفعلوه، ودي غصة في حلوق أهل البدعة، يقولون على ترك الصحابة وترك الصحابة يعني بقى فاهم هكذا علي كفتة ولا علي شواية. فضل يتنطع كده ويقول ويجي بتوع النبات يقول لك وهل ورد هذا عن رسول الله؟ ده ده دي الغصة في حلوق هذا اللي بيعمل كده باليهود يا شيخ. إنا لله والله العظيم زي اليهود. ما من حقه يا شيخ، ما هو ابن عمهم. والمسألة يعني فيها الحقيقة، هذا هذا الباب باب عظيم. شوف الأوزاعي هنا وضع، وضح الطريق الآن، وضع لنا الأسس والنصب والأصول في هذا الباب. قال بل نعرضها. شوف بقى يقول أنتم بقى ماذا تفعلون؟ نحن نفعل ذلك. اتبعوهم بإيش؟ يبقى هل فعلوا؟ هل قالوا؟ إذا نحن نتبع. طب يقول بل أنتم ماذا تفعلون؟ قالوا نعرض كلامهم، ها أو قالوا نعرض على رأينا في الكتاب. احنا نشوف كلامنا بقى وكلام المتأخرين. لذلك هم قالوا الخلف ها أعلم وأحكم، والسلف أسلم. يا أغبياء يا سفهاء أنتم، ما أيظن الله بالعلم على هؤلاء اللي هم اللي هو اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيكم؟ أنتم غباء مستحكم، تأصيل تأصيل سفهاء، تأصيل سفهاء. فقلنا عرض على الكتاب فما وافقه صدقناه وخلفه تركناه. قال وهذه غاية كل إيش؟ كل مبتدع في دين الله جل في علاه أن كل ما خالف رأيه من السنة يرده، كل ما خالف رأيه من السنة يرده. نعم. ولذلك عمر بن عبد العزيز كتب كتابا يكتب بماء العين بماء الروح، قال لا رأي لأحد مع 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 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الشافعي وروائع الشافعي عندما قال عنده رجل بحديث ثم قال له الآخر ما تقول أنت؟ قال تقول لي ما تقول أنت. ماذا قال هو؟ أما قال قال رسول الله ما لي لا أقول بقول رسول الله. أرأيت في وسط ذي النار؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ شوف انظر بيقول له أنه الذي يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ به، هذا يظن فيه أنه يهودي أو نصراني. أنت أصلا مأمور بالتعبد لا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فأخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال إذا وجدتم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا لقول احد. هنا اعلم الناس من تمسك بالسنه، هذا اعلم الناس. ما تيجي تقول له ويقول لك والتقليد واجب للمذاهب ولا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه، سفهاء بل اغبياء ارادوا تضييع الامه. هم طبعا اصلا هذا الكلام له مأرب اخر، تجهيل الامه وايقاف ايقاف ما كانت عليه الامه، لكن يراد امر اخر انه يجعلهم ايش؟ طريقة البهائم، طريقة البهائم. أنت لو معك البرسيم والبهائم ماشيين صف، في حد هيشرد؟ هو يريد ذلك. لكن طريقة أن كل واحد ينظر فيما ينفعه وما لا ينفعه، اثنين ممكن يمشوا وراك والباقي يقول إيش؟ هذا خطأ، الدليل خلافه. ها يقول لك ده هيتعبوا راسنا وهبقى تعالى كل شوية. ده اللي حاصل معي يعني في طوائف معينة، يقول الناس أنت خلاص سمعت له سد بقى اللي هيحصل، وربنا ييسر أنك هتتغير عليه. بعد يقول لك وأين الدليل؟ وماذا تقولون؟ هيخسر علينا الناس. ليه؟ لأنه بينزع عنه طريقة البهيمية المعروفة اللي هم يسمونها طريقة الإيش؟ الجندية. أنت ماذا تفعل؟ أنت المفروض تؤهل الناس إلى أن يرتبطوا بكتاب الله وأن يرتبطوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما القول ما قالت حزامي، هات البيت الأول هاجي. إذا قالت حزامي فإيش؟ فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي انتهى. ما فيش حاجة اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة. يا ابني قال رسول الله القول ما قالت حزامي، حزامي أعلم بهذا منا. هذا هذه المصيبة التي يعيشون عليها. ويا ربنا قال إذا وجدتم السنة فاتبعوها ولا تلتفتوا لأحد. ما تلتفتوا لأحد، عظموا السنة يعظمكم الله جل في علا.
لذلك شوف احمد حنبل شوف 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 كيف الافاضل ينظرون بعضهم الى بعض. ما رايت احدا اتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعي، ما رايت احدا اتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعي. قال احمد ما رايت اتبع للاثر من الشافعي. والشافعي قال كلمه ايضا تكتب بماء العين: لولا اصحاب الحديث لكنا نبيع الفول او كنا من السودانيين في الخرطوم. حقا اصحاب الاثر جعلوا للناس قيمه، جعلوا الناس عظمه، لانهم تمسكوا بوحي الله جل في علاه. ولذلك الشافعي قال زرتهم في كتابي ما يخالف بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فدعوها اضربوه عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كل مساله تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل النقل هذا انا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. لذلك قالوا في قولي اذا صح حديث فهو مذهبي، يقولون ومذهب الشافعي كذا، كما قال الموردي في مساله الصلاه الوسطى هي صلاه العصر طالما ان مذهب الشافعي ايش؟ الفجر. قال وقد صح الحديث عن ابن ابي طالب انه قال شغلونا عن صلاه الوسطى صلاه، فمذهب الشافعي ان صلاه الوسطى هي صلاه العصر، لانه قال صح الحديث فهو مذهبي. نقف عند هذا ان شاء الله. اعظم الناس اثرا في الامه أكثرهم تمسكا بالسنة. لولا أهل السنة من أهل الحديث لكنا كالبهائم. الصادق في التعبد لله جل في علاه من عظم السنة على كل أحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. لا حول ولا قوة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.